الآن نقل مباشر لوزارة السكن وزير السكن والعمارة والمدينة في زيارة تفقدية لديوان الترقية والتسير العقاري ببير. وبهذه المناسبة أتقدم إلى الأمة الإسلامية والشعب الجزائري عموما وإلى كل إطارات وعمال قطاع السكن والعمارة والمدينة على وجه الخصوص باسم عبارات التهاني بالمزيد من الخير والرقي والازدهار في ظل الأمن والطمأنينة والاستقرار. أخواتي الفضليات، أخواتي أفاضل، كما عودناكم سابقا حيث نسعى جاهدين في كل مناسبة دينية أو وطنية من أجل إدخال السرور على قلوب إخواتنا وأخواتنا المواطنين وتشجيع الشباب والعمال وبث روح المواطنة، وذلك بتوفير المناخ الملائم للعمل النمو والمشاركة من خلال عدة عمليات، من أهمها أولا تسليم مقررات استفادة في إطار مزايدة من محلات تجارية لذوي الاحتياجات الخاصة والشباب. وفي هذا المجال تجدر الإشارة أن وضعية المحلات المتوفرة والغير موزعة إلى غاية جوان 2018 يقارب حوالي 6480 محل التابعة لدواوين الترقية والتصغير العقاري، 2902 محل التابعة لوكالة عدل، و2854 التابعة لشركة الوطنية للترقية العقارية اليوروبية، حيث يتم تسليمهم تدريجيا مع إعطاء الأولوية للخدمات العمومية. ثانيا منح عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة. ثالثا منح شهادة أحسن مستأجر. رابعا منح شهادة أحسن عامل بالديوان. إن هذه العملية جاءت تكليلا لتوصيات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي يولي أهمية بالغة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي تسعى لتسجيلها العمال والشباب الذين يمثلون الطاقة الواعدة في الجزائر. كما لا يفوتني وفي إطار العمل الحكومي أن أشكر زميلتي وزير التضامن الوطني والأسرة والقضية المرأة وكل إطارات وزارتها على ما يبذل من جهود في هذا القطاع الحساس. كما ستسمح هذه العملية التي نصرف عليها اليوم وهي بيع المحلات بمزاد علني تشهد اليوم من توفير سيولة مالية يمكن ضخها في استثمارات ومشاريع مستقبلية. وفي الأخير أتوجه بالشكر إلى كل من السيدة غانية إيداليا ومدراء دواوين ترقية السعر العقاري على مرافقتنا لنا، بدون أن ننسى عمال ديوان ترقية والتسعير العقاري لبن مدريس وكذا مختلف أسلاك الأمنية على تجنيدهم من أجل إنجاح هذه العملية. أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.